مهم. لا لكن خليني نواصل معك انت استاذ مهدي النبيوب. تو انت تحكي على المنطق السياسي انه لا يمكن ان نشارك في هذه الانتخابات، وكل من بده يشارك في هذه الانتخابات او يدعو لهذه انا مش ندعو لا ما نشاركش الانتخابات. انا مشيت معك اكثر من هكا، قلت لك انا مستعد نطلع ونقول انا ازكي انتخابات قيس سعيد، وقيس سعيد يمشي 5 سنين. سمعتني شو قلت لك؟ 10 سنين، 100 سنة. لكن ليوقف هذا الانهيار اللي ماشي فيه تونس، هذا وهذه مسائل مش بسيطة ولكن لازم تتقام. اليوم الانهيار والعبث الموجودين فيه، انت عايش في تونس مش انا اللي عايش في تونس، وتعرف لقاء شنو القاعد صايف على الإدارة، وشنو القاعد على المؤسسات الجمهورية، وشنو القاعد على الاقتصاد، وشنو القاعد. هذا هو المشكل الحقيقي. نعم نعم. بخلال المشكل الكبير تاع الحرية، أنا الآن نعم. هذه انتخابات شد الناس كل حتى في الحبس، وأخرى معناها اسمه هذا سير المراحي أو هارب سير معناها عبلتي في المكي. المكي يعني أكثر الناس عقلانية وكذا، واحد وما عنده مش مشكلة، ومعناها نفس الشيء نفس التهمة محاولة قتل. لاحظ الغنوشي ولا عبد اللطيف مكي ولا مريح محاولة قتل، راهو معناها مسائل مش معناها مش مسائل بسيطة. هذه راهو ثم معناها أرواح ناس معناها مهددة. راهو شوفوا الأحكام هما معناها شرطي كان البارح معناها يضرب يسرع في الداخلية وكذا وناطق رسمي 6 سنوات، راه بدأت تصدر أحكام، أحكام ثقيلة وثقيلة جدا. فهذه المسائل، هذه المسائل الحقيقية. راهو غدوة عنا شيماء عيسى مستعدي على المحكمة العسكرية ومحكومة معاه، ولازمها تمشي بالسجن بالنفاذ. صحيح عبير موسي قاعدين الآن معنا في حال سرع في حال سرع في حال سرع، ربما تغادر السجن ربما، ونحن لا نريد لها السجن ولا لغيرها، لكن هذه هي المسألة اليوم. هذه المسألة اليوم أي إنسان يقدم مصلحته هو على معناها مصلحة البلاد على مصلحته هو. أي لا أنا في هذا الكل نوافق فيه أستاذ ماهر المديوب، لكن فما كلمة قلتها أنت، حتى واحد ما عاد يتكلم ويقول أنه هذا انقلاب بحكم أنه يا إما زكى انتخابات 6 أكتوبر أو كان عنصر في المشاركة فيها. أنا أقول لك أنه هشام المدب، لطفي المراحي، صافي سعيد، عبد اللطيف المكي وغيرهم، هذم سياسيين وهذم الناس منشغلة عن الرأي العام. هل تعتقد أنه مثلا كما هكا تجاوزت العقول بتاعهم أنهم غدوة ما نجموش يقولوا هذا انقلاب؟ لا ما أنا ما شوف أول حاجة ما نعرفوش المدب، يعني سمحني ما أنا ما لا ميساج خلينا بالمدب عحيني بنات الأخرين ما نحبوش نحن زادة ثم برشا الناس قد نعطيهم برشا وقت، نعطيهم برشا دعاية، وهم بالونات اختبار ومعناها ما عندهم حتى علاقة بالواقع التونسي ولا بالتضحيات. سلوت في مراحل محترم، سعب لطيف محترم، لهم وجهة نظر محترمة، ولكن معناها كل حد وكيفاش يفهم. لكن عبد اللطيف المكي الآن عنده شوية صعوبات حتى في الجبهة وكذا، لكن هو دائما يؤمن أنه هكذا ممكن نجم يغير أو نجم نغير بالداخل. لكن بيدو المراحي ما نصورش بعد اللي قاعد صاير فيه مازال يؤمن بأنه معناها نجم يعمل انتخابات. لكن بخلاف هذا أنا ما يهمنيش في الأشخاص، وبالعكس لازم تكون انتخابات، لازم فرض شروط الانتخابات. لكن اللي حاب يفرض شروط الانتخابات مش اليوم، نحكي عن المعارضة زادة، لأن جزء كبير من نكبتنا ومن أزمتنا راهي معارضة. اللي حب راهو من قبل راهو متفقوا على مرشح، والأهم المرشح راهو متفقوا على برنامج وراهو موصلوا البرنامج للشعب. فهمتني كيفاش؟ فمعناها حتى المعارضة نفس الشيء راهو معناها تشكي ربي، معناها بكل واضحين، معناها مشيش أنا شنو اللي أنت اللي حتاه، ما عندك حتى برنامج، ما عندك حتى برنامج. أعطيني شكون من المرشحين هذوما أعطانا برنامج؟ حتى حد. الجبهة توما قالت حتى موقفها. فهذا معناها كلها متأخرة ومتأخرة. قيس سعيد آخر لحظة أعلن المعارضة ما زالت لم تعلن، ما
معناها حقيقة الوضع في تونس حساس وحساس جدا، وسط بهتة وسط صدمة اللي هي نتيجة كبيرة متاحة من الرعب اللي عمله قيس سعيد ضد الطبقة السياسية والنقابية والإعلامية.